وبنهاية شهر رمضان المبارك اختتم الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي مبادرة المليار وجبة بحصيلة قياسية، حيث وصلت الحملة العملاقة لهدفها. وعلق الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: نختتم بحمد الله حملة المليار وجبة بحصيلة قياسية بلغت 600 مليون وجبة حتى الآن، تبرعت بها مؤسسات وشركات ورجال أعمال و320 ألف فرد، ونعلن اليوم عن دعم شخصي لهذه الحملة ب400 مليون وجبة لاستكمال المليار وجبة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام وقراءة القرآن وإطعام الطعام في هذا الشهر الفضيل. ونشر إلى جانب ذلك الإعلان فيديو يلخص محاولات الحملة في الوصول لهدفها من رسائل توعية من قبل المشاهير وأيضا مزادات وجمع للتبرعات، فلنتابع هذا الفيديو. لا بد أن نتعاون كلنا في أعمال الخيرية، وإن شاء الله أننا مستمرين. حملة المليار وجبة عشان نوقف مع الناس الأكثر حاجة. هنوصل لمليار وجبة في حوالي 50 دولة. The 100 million meals became 1 billion. Two similar nights and auctions which will be held twice in Dubai and in Abu Dhabi. Sold! Table 12. دخل الطارق لبيتي شعرت بالسعادة، بتمنى أنه تستمر هاي المساعدات. أجتني كرتونة أكل على الخيمة، والله فرحت كتير. الحمد لله رب العالمين. فليكن جود المحبة ولتكن مليار وجبة، نسأل الرحمن قربة نعطي بطنا خاوية. الله يوفقنا ويوفقكم معانا إن شاء الله لعمل الخير. المهمة كبيرة بس الهمم أكبر. كما أضاف الشيخ محمد بن راشد أن حملة المليار وجبة تعبر عن إحساس الشعب الإماراتي بمعاناة غيره وسط تحديات غذائية يشهدها العالم، وشكر جميع من ساهم وتفاعل مع الحملة الإنسانية الأكبر في تاريخ الدولة لإطعام الطعام في 50 دولة حول العالم. مشاهدينا الكرام، شاركونا بآرائكم في حملة المليار وجبة، وأخبرونا إذا تابعتم حملات خير أخرى وصلت لهدفها خلال هذا الشهر، شهر رمضان المبارك.